العمرة لا تختص بأيام معينة، يعني الإنسان يؤدي العمرة في أي وقت من أيام السنة. أما الحج فله أشهر معلومة، وهي الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. والراجح الأشهر بكمالها، لأن المصنف قال بقول الحنابلة والأحناف، وهي شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، ولكن الراجح قول المالكية وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة. لأنه يا أخوانا في من أعمال الحج ما يكون بعد العشر من ذي الحجة، رمي الجمرات بيكون بتين يوم الحادي عشر، والثاني عشر للمتعجل، والثالث عشر لمنه للمتأخر، وهذه بعد العشر من ذي الحجة ولا ما بعد؟ ولذلك الراجح الأشهر الثلاثة كلها هي أشهر الحج. نعم. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، ومن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي سبع. وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي سبعون ليلة إذا تم شهر شوال وذو القعدة، وتسع وستون ليلة إذا نقص أحدهما، وثمان وستون إذا نقصا جميعا. وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى. ولا يشكل على هذا قول جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة. ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر لقول الله عز وجل: فقد سقط قلوبكما. يقصد المصنف إنه الجمع قد يطلق على أقل من ثلاثة، ليدلل على شنو يا أخوانا؟ على إنه أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، هو يرى قول الحنابلة، ولكن الراجح هو قول المالكية. الراجح قول المالكية، الأشهر كلها أشهر، حتى تمام ذي الحجة من أشهر الحج، لأن الإنسان لو تأخر في طواف الإفاضة، لو تأخر حتى بعد العشر من ذي الحجة، يمكن أن يتأخر فيظل محرما إلى نهاية ذي الحجة، فيطوف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك يحل. نعم. وإنما هما خلفان، وقوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. لحكمهم وهما داود وسليمان، فدفعوا الاستدلال على شنو يا أخواننا من ناحية اللغة؟ أي الجمع يطلق على الاثنين. نعم. فقد جاء به إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأم
تحجب من الثلث أو تحجب من الثلث من الثلث إلى السدس بإثنين فأكثر من الإخوة. وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هو يوم ونصف يوم. نعم، يوم ونصف يوم كيف؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. المتعجل طبعا بيرمي الجمار في يوم الحادي عشر، بيرمي بعد الزوال، ويوم الثاني عشر بيرمي بعد الزوال، ثم يخرج، ثم يخرج. فلما يخرج بيطلع بتين نص اليوم. فده فيه كل هذه شواهد يا أخوانا لغوية استدل بها المصنف حفظه الله تعالى على أنه شهر ذي الحجة ما كله من أشهر الحج، العشر الأول فقط. نعم. ولو أحرم بالحج بغير أذنه صح إحرامه وفسقه إلى عمره. إحرامه وفسقه إلى عمره. نعم، إذا أحرم في غير أشهر الحج، لو أحرم في رجب أو أحرم في شعبان، يفسخ هذا الإحرام إلى عمرة، يعني يفسخ إحرام الحج ويحول إحرامه إلى عمرة. نعم. وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاث. نعم. لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج. نعم. وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. سرد معناه متوالية. ما هي الثلاثة المتوالية؟ ذو القعدة وذو الحجة، ديل الشهرين الأخيرين، شهر 11 و 12، ومحرم شهر واحد الأول. فالثلاثة شنو؟ سرد، يعني متوالية. ودي ما بتكلم عن أشهر الحج، بتكلم عن شنو؟ الأشهر الحرم، ثلاثة متوالية ورجب براء. نعم. فرجب في وسط العام، وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم. والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى به الحج، وشهر قبله يذهب الناس به إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس به من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليسا من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من أشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب بالجاهلية يعظمون الأشهر الحرمة ويمتنعون من القتال بها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وكفار مضر كانوا من أشد الناس عداء للإسلام، ولذلك ما يأمن المسلمون في سفرهم إلا في الأشهر الحرم، لأنه ما يقاتلوا فيها. المشركون ما يقاتلوا في الأشهر الحرم، ولذلك بيأمنوا ويمشي للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم. وأشوفوا يا أخواننا حرص الصحابة، يعني كان العلم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مخاوف من أذى الكفار، ومع ذا يتحين الأشهر الحرم ليطلب العلم. والآن ما في مخاوف، الناس ما دايرين، ما في أي مخاوف، الناس ما دايرين العلم. طيب. رواه البخاري ومسلم. المحظورات في الإحرام تقدم بأركان الحج والعمرة
أن الإحرام نية الدخول في النسك. الدخول نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محذورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر، وتقريب الأظفار، والطيب، وتغطية الذكر رأسه، وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط، وقطع صيد البر، وعقد النكاح والجماع والمباشرة. نعم، دي أخوانا محظورات الإحرام، والمحظورات يفعل الإنسان قبل ما يحرم، أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يفعلها، ومن فعل منها شيئا عامدا فعليه دم، ومن فعل منها شيئا ناسيا أو جاهلا لا يأثم، ومن فعلها لحاجة لا يأثم ولكن عليه دم. طيب، أما أخذ الشعر فمعروف، ما يأخذ شيء من شعره، لا من شعر رأسه ولا من شعر جسده، وتغليم الأظافر والطيب، وتغطية الذكر رأسه، هذا مخصوص بالرجال. أما المرأة فيجوز لها تغطية رأسها، يجوز لها. ومنع المرأة من لبس القفازين والنقاب، ده مخصوص يا أخواننا بشنو؟ بالمفصل، القفازين المفصلات على شكل اليد، وكذلك النقاب المفصل مخيط على شكل الرأس. أما تغطية المرأة لوجهها وكفيها فواجب عليها في الحج وفي غير الحج تغطي، لكن ما تغطي بشنو؟ بمخيط ومفصل، لكن تغطي بطرحة كبيرة تجعلها على رأسها. ومن الأخطاء بعض النساء بيعملوا شكل زي الطاقية كده وطربوش، هم بيظنوا إنه الممنوع الملاصق، الشيء الملاصق للوجه هو الممنوع، وعشان كده بقوموا بيعملوا حاجة زي طربوش بتحت، وبعد ذاك يلبسوا النقاب بيفوق منها عشان ما يلاصق على وجههم، وده غلط، هذا غلط، بيشوفوا كثير في الحج غلط. المرأة تغطي وجهها بأي قطعة من القماش شكل الطرحة الكبيرة دي، تغطي بها وجهها من غير ما يكون شنو؟ مخيط ومفصل على شكل الرأس، وكذلك القفازين ولبسه المخيط. المخيط معناه المفصل على شكل الجسد كالسروال والقميص والجلابية وغيره، ده المقصود بالمخيط. وما مقصود به انه الإحرام بتاعك ما يكون فيه قطعة مخيطة مع الثانية، لا يكون في قطعة مخيطة مع الثانية أو أي شيء، لكن ما يكون مفصل على شنو؟ على شكل سروال أو قميص، ده بالنسبة للرجل. لجسمها تلبس عادي، أما النقاب والقفازين ما تلبسهم، وتغطي يدينا بالخمار الواسع. طيب، بعدين بالنسبة للبس المخيط، يجوز الإنسان يا أخواننا إنه يلبس الحزام، يربط بالحزام، ما لقيته أربط بحبل يجوز، ولبس النعلين ولبس النظارة، الإنسان اللي يحتاج إلى النظارة يلبس النظارة ما في بأس كله، وقتل نعم ما في بأس. قال وقتل الصيد، الصيد معروف، فالصيد إن كان من صيد مكة داخل الحرم فقتله حرام للحاج والمعتمر وغيره، للحاج والمعتمر وغيره. أما صيد البر فحرام على الحاج، وحرام قتله، وحرام تنفيره، وحرام الدلالة عليه. يعني حتى لو أنت محرم ما تمشي تكلم واحد تقول له أنت ما محرم، ما في صيد بغاد أمشي عليه، حرام الدلالة عليه. ولكن لو غير المحرم قتل الصيد
وانت لقيت ممكن تاكل منه انت محرم، بشرط انك ما تكون دليت عليه. اذا دليت عليه برضه يحرم. وعقد النكاح، والراجح انه ما يقع اصلا. لو نكح الرجل وهو محرم ما يقع ولا يصح. ولذلك بعض الناس يخطئ في الحج ويكون ما طاف طواف الإفاضة ويرجع إلى أهله، ده حيجينا بعدين في التفصيل في طواف الإفاضة، ويرجع إلى أهله ويتزوج، تمام؟ فلو تبين إنه ما طاف طواف الإفاضة إذن هو محرم حتى الآن ولا يصح نكاحه، عقد حرام. وبالتالي العقد النكاح لا يحل، وكذلك الجماع والمباشرة. نعم. الأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفع. وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها فإن حلقها وأما اللحية فإن حلقها فإن حلقها أو أخذ شيئا منها حرام في جميع الأحوال. فإن حلقها أو أخذ شيء منها صحيح حرام في جميع الأحوال. نعم. فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الحرام وغيرها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف خالف المشركين، أحذوا الشوارب وأوفوا اللحى، رواه البخاري ومسلم. لاحظ ابن عمر راوي الحديث كان يأخذ شيئا مما زاد عن القبضة، وقيل إنه بيأخذ لما يتحلل، وكان أصلع الرأس فكان بيأخذ ما زاد عن القبضة من لحيته، وهو راوي الحديث. وهنا قاعدة قيمة ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الراوي إذا رأى خلاف ما روى فالعبرة بما روى لا بما رأى. فالأحاديث التي رواها ابن عمر فيها وفروا اللحى وأوفوا اللحى وأرخوا اللحى فهي آمرة بترك اللحية. بعد ذلك إذا رأى ابن عمر رضي الله عنه اجتهد في أنه يأخذ ما زاد عن القبضة، فنقول العبرة بما روى لا بما رأى. نعم. رواه البخاري ومسلم ولفظه في البخاري وفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم للفظ وأعفوا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفيق. الثاني تقليم الأظافر. في زيادة في الطبعة الثانية ذي أظن، الزيادة الناس اللي عندهم الطبعة اللون أصفر ما فيه. ذكر كلام الشيخ ابن باز: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس في هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر الكلام من رسالة قيمة لابن باز اسمها مناسك الحج، الزول لو اطلع عليها برضه يكون تمام. مناسك الحج لابن باز، وهي مرجع لكثير من العلماء المعاصرين، وذكر كلام الشنقيطي وأدلة كثيرة أوردها. نعم. الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم
ممنوع بالأخذ أطفاله. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا نفثهم ثم ليقضوا نفثهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرطي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلالا في الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. نعم، الإنسان يا أخواننا لو كان محرما وأراد أن يأخذ من أظفاره شيئا فليأخذ قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا يأخذ من أظفاره شيئا. ولو كان المحرم مضحي كده اجتمع فيه أمرين، هو حاج ومضحي، ففي الحالة دي يحرم قبل شنو؟ قبل دخول العشرة الأول من ذي الحجة، عشان ما يأخذ من أظفاري ولا من شعري شيء. والحديث البعض يتكلم فيه، وفي رسائل جات للناس في الواتساب وما أدري شنو، قريب العيد بتاع قريب أيام العشر من ذي الحجة، يقول الحديث ضعيف، وده الجهلة، ده جهلة غريب جدا. نعم. الثالث الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس أنواع من الطيب. رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى بن أمية أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متطمف بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تطمخ بالطيب؟ فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. يتطيب الإنسان قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا. قبل الإحرام يتطيب في جسده، يغتسل ويتطيب ويطيب لحيته ورأسه، هذا قبل الإحرام. ثم يلبس الإحرام، ثم يركب على دابته من مكانه إن كان من المواقيت كميقات أهل المدينة أو ميقات أهل نجد أو ميقات أهل مصر والشام، المواقيت اللي ذكرناها في الدرس أمس أو اللي استمعنا لها في درس أمس. بعد ما يركب على دابته بعد ذلك يهل ويحرم وهو على الدابة. لكن الطيب بيكون بتين يا أخواننا، قبل ما يلبس الإحرام، ويكون الطيب على جسمه لا على الإحرام، يكون على جسده، يطيب جسده ورأسه ولحيته، وبعد ما يلبس الإحرام بعد ذلك يجوز يغسل الإحرام أو يستبدل بإحرام ثاني، ده كله بجوز، لكن ما يغسل بصابون فيه طيب ولا يطيب هو في نفسه، لكن يجوز يستحم هو بصابون عادي ما فيه طيب، ويغسل إحرامه ويغتسل يجوز أثناء أيام الحج. نعم. رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصته ناقته وهو محرم. وقصته أي؟ وقصته يعني شو؟ أي ركلته؟ ها؟
ركلته بالعامية كده رفسته. نعم. ورفسته ناقته وهو محرم فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين. السدر ما فيه عطر. السدر ما فيه عطر. لكنه يقوي الجسد ويجفف. بشد جسد الميت ويجفف الجسد. نعم. لا تمسوه بقيل ولا تخمر رأسه، وإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لأن من مات على شيء بعث عليه، فيبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطين في حال إحرامه، لأنه من الترف، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه. نعم، لاحظ الطيب في بدنه دون لباسه. لما يكون نزل عند الميقات واغتسل وتطيب، يتطيب في جسده لا في إحرامه. نعم. في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه. وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم، أول ما حل برمي جمرة العقبة، وهي أول أعمال يوم النحر. يوم النحر يوم العيد، أول الأعمال رمي جمرة العقبة. بعد ما رماها فقد حل التحلل ياتو الأصغر والأول. حل التحلل الأول بعدك بجوز. لو شنو يا أخوانا؟ بجوز محظورات الإحرام كلها إلا شنو؟ إلا الجماع، إلا النساء. فمنها كلام عائشة رضي الله عنها هنا، قالت شنو؟ قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، يعني قبل ما يلبس الإحرام ويهل، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني قبل طواف الإفاضة. لأنه بطواف الإفاضة أو بطواف الوداع يكون الإنسان شنو؟ قد تحلل التحلل الأكبر، فيحل التحلل الأول بعد ذلك ممكن يتطيب. نعم. وحديثها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. أو المخالف. ما هو المفرق؟ على الجبين، يعني على جبين النبي صلى الله عليه وسلم. المفرق على الجبين، مفرغ الرأس يعني وسط الرأس. الرابع: تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم. العمة ملاصقة للرأس، والقمص هي المخيطة على شكل البدن. القمص جمع قميص. طيب، ما يغطي رأسه بملاصق، يعني ممكن يستظل الإنسان بغير ملاصق، زي يشيل الشمسية يستظل بها، أو يستظل بأي شيء ما يكون ملاصق لجسده، لكن ما يغطي رأسه ولا وجهه بشيء ملاصق إلى الجسم. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث ابن عباس الذي ناقته الذي أوقفته ناقته وهو محرم، قال: اغسلوه بماء وسد وكفنوه بثوبيه ولا تخمر رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه مسلم. وأما الاستدلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، رواه مسلم عن أم الحصين رضي الله عنها، ولحديث جابر رضي الله عنه بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، رواه مسلم. ما مقصود بنمرة؟ نعم أي نعم، نمرة في عرفة، مسجد نمرة في عرفة، ومسجد نمرة هو في الحدود بين عرفة والمزدلفة، بينهما، فجزء منه في الحل يعني في عرف، لأنه عرفة خارج الحرم، وجزء منه في الحرم يعني في مزدلفة، لأنه أنت عندك من مكة أقرب منطقة لها منى، أقرب البعدية طوالي المزدلفة، في آخر المزدلفة نهاية الحرم، انتبهوا نهاية الحرم، يعني عندنا مكة ومنى والمزدلفة انتهى الحرم، بدأت بعدها شنو؟ عرفة. فمسجد نمرة بيكون في شنو؟ في الحدود، فجزء منه في الحرم وجزء ثاني في الحل، عشان كده الناس اللي بيقيفوا بعرفة مسجد نمرة ذاته جوا فيه جزء منه داخل الحرم، فكده ما بكون وقفوا بعرفة لأنه عرفة في الحل برا، عشان كده بتلقى في حدود وجوا بوروك انه يقول لك ما تقيف هنا، وقوف في عرفة ما تقيف في الجزئية الأولى من مسجد نمرة، تقيف جوا. طيب الخامس، لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنائل وغير ذلك. الخفاف مقصود بها الخف، نعم. هو ما زاد عن الكعب فوق موضع الوضوء، لو كان من جلد او غيره كله يعتبر خف. نعم. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا القرانس. القرانس ما يوضع على الراس الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا الحكم منسوخ، وليقطعهما اسفل الكعبين، يعني لو لبس الانسان خف زي الشراب او الجزمه الطويله شكل البوت يقصه، الحكم القص هذا منسوخ، والراجح انه الانسان لو لبس اللي فوق من الكعبين ما في باس فيه. نعم. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. لاحظوا في السؤال، الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، سألوا عن الأشياء شنو اللي بيلبسه، شنو ما هي الإجابة؟ الصحابي سأل عن شيء وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء آخر، انتبهتوا؟ قال ما يلبس المحرم، بيلبس شنو؟ قال لا يلبس. إذن الإنسان في إجابته للسائل ينبه على ما يختصر المشوار، يعني زول قال لك أستمع لمن من أهل العلم، العلماء كثار، ما ممكن أنت تحصد ولا استمع لفلان واستمع لفلان وتحصي في علماء الأرض، فقل له لا تستمع إلى من كانت صفته كذا وكذا، تكون اختصرت المشوار، لأنه ده كثير جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يلبس القمص ولا العمائم، وراه المحظورات أو المنهيات في حال الإحرام.
نعم. رواه البخاري ومسلم، وفي معنى ان عليه الخفاف الذي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث. وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد جاء الأمر برفس الخفين دون القطع، وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الآثار، فدل ذلك على أنه ناسخ لما جاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذن الراجح شنو في مسألة الخفين؟ يلبسون على شكلهم، يلبسون على شكلهم. نعم. وللمحرم عقد أطراف الإزار وشده بخيط أو حزام أو ما تحفظ به النقود، ولو كان مخيطاً. مخيطاً. ما في بأس يا أخواننا في لبس الحزام. وفي حزام مصمم للحجاج شكله بيكون فيه من قدام شكل محفظة، وبعد ذاك الإنسان بيربطه، فالإنسان يستعمله ما فيه بأس. وكذا النعال إذا كانت مخيطة، وكذا لبس الإزار والنداء إذا كانا مكفوفين الحاشية، أو كان أحدهما مكوناً من قطعتين قد يجمع بينهما بالخياطة. يعني لو كان الإحرام اللي أنت بتلبسه قصير، فجبت إحرام ثاني وخيطته عليه وما في بأس. تجيب إحرام شكل قطعة ثاني تخيط عليه واحد وتلبسهم يكون ساتر لك، ما في بأس. يعني النهي عن المخيط شنو يا أخوانا؟ النهي عن المخيط يعني النهي عن التفصيل، ما يكون مفصل على شكل الجسد. نعم. لأن المنع من لبس المخيط إنما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل. ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج والعمرة وليس معه إزار ورداء جاز له أن ينتزر بثوبه، فليلبسه كما يلبس الإزار إذا ستر بين سرته وركبته، وأن يرتدي بثوب آخر أو سراويل حتى يجد الإزار والرداء. نعم. يعني يلبسهم لا على الهيئة المفصل بها، ذولا بسجل لهبية ومر بالميقات وأراد أن يحرم ولم يجد. وإن كان يا أخوان المسألة دي من ناحية الوقوع من الواقع هي بعيدة، ولكن قد تحصل لزول راكب على الطائرة أو زول جاي على الباخرة ونحوها، يشيل الجلابية بتاعته ويضعها على شكل الإحرام، يربطها على شكل الإحرام، ما يلبسها بالصورة المفصلة بها. يعني جلابية لابسة كده، طلع الجلابية ويربطها يسر بها عورته على شكل الإحرام إلى أن يجد الإحرام. ما يضر اللون ما يضر. نعم. وللمحرم أيضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما، كأن يشد على ركبته أو ساقه مثلا بقماش أو غيره للحاجة. وأما المرأة فإنها تلبس ألبستها المعتادة المباح لها شرعا، ولا تمنع إلا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع. المرأة تنبه إلى أن الإحرام ليس له زي مخصص. بعض النساء يلبس الأخضر، بعضهم يلبس الأسود، يظن أنه الإحرام عنده عباءة لون معين. لا، تلبس العباءة اللي هي بتلبسها إذا كانت من اللون الأسود وهو الأفضل للنساء، وإن كانت من غيره ما في بأس، لكن ما عنده لبس مخصص. إنما تمنع من النقاب والقفازين، تمنع منهن لأنهم مفصلات على شكل، إذا كانوا مفصلين على شكل الوجه أو اليدين. ولكن المنع ده ما معناه شنو يا أخواننا؟ ما معناه كشف الوجه ولا اليدين كما سيأتي.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقه المحرم ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. وهذا من أقوى الأدلة على لبس الحجاب في غير الإحرام، هذا من أقوى الأدلة، لأنه إذا كان من واجبات الإحرام أو إذا كان من محظورات الإحرام لبس النقاب والقفازين، هذا يدل على أن هذا الاستثناء من أصل. دائما العلماء يقولوا الاستثناء لا يكون إلا من شنو؟ من أصل موجود ومعروف. فهذا الاستثناء يدل على أنه الأصل شنو؟ أيوة، التغطية. نعم. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: واذا كانت بحضره رجال اجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار، لحديث عائشه رضي الله عنها قالت: كان الربان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فاذا حالوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. يعني المرأة لو كانت في غير حضرة الرجال كانت لحالة، في حالة الإحرام تكشف وجهها وشنو ويديها لو ما في رجال، أما لو مر بها الرجال قالت: سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فتستر لكن بغير شنو؟ بغير النقاب ولا القفازين، لكن تتستر، لأنه في ناس يا أخواننا بيظنوا إنه من محظورات الإحرام تغطية الوجه، وده غلط. من محظورات الإحرام للمرأة بيظنوا شنو؟ تغطية الوجه، وهذا غلط. هذا من المحظورات، من المحظورات النقاب والقفازين. رواه أبو داود وغيره في إسناده ضعف، وله شاهد صحيح أخرجه مالك بن موطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمان ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناسي إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله. والفدية بهذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير في هذه الثلاثة لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، يعني فمن كان منكم مريضا فتعاطى شيئا من المحظورات. إذا كان الإنسان مريض يحتاج إلى تغطية رأسه، أو مريض يحتاج إلى الطيب، أو يحتاج إلى غير ذلك من المحظورات، فيفعل للحاجة، لكن عليه شنو؟ عليه على التخيير واحدة من ثلاثة: إما الشاة، ذبح الشاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام شنو؟ ستة مساكين، الواحد منه نص صاع، يعني كم؟ يعني نص الفطرة بتاعت رمضان، نصة، وزي الفدية بتاعت بيفطر لمرض أو لسفر، عفوا لمرض أو لمرض دائم أو لهرم. نعم. وهذا الإيمان بالفدية بينته السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: آدام هوام رأسي، فأمره الهوام معنى الحشرات نحوه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلقه
وذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام رواه البخاري ومسلم. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في حلق الرأس وتلحق بقية الخمسة المتقدمة فيه لأنها تشاركه في الترفل. تشاركه في الترفل، نعم. الثالث قرح صيد البر لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا. لماذا قال قتل صيد البر؟ ما قال قتل الصيد مطلقا؟ أول ما قيد بعد البحر، أي ما فيها صيد في البحر مكة. نعم. وهذه الآيات تدل على أن المحرم من حين دخوله بالإحرام للحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر، بل لا يجوز له المساعدة في قتله ولا دلالة غير المحرم عليه. لحديث ابن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع بعض الصحابة في سفر وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على أتان منها فعقرها وأكل. الأتان هي الأنثى من حمر الوحش، الأتان هي الأنثى، وهذا يدل على قوة الصحابة. لاحظ، هجم عليها بنفسه، حمر الوحش ضخمة جدا وقوية. نعم. ثم قلنا أنأكل لحم الصيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. رواه البخاري ومسلم. هذا فيه يا إخواننا أنه أولا حمر الوحش حلال، وهي دي الحمر البرية ليست الأهلية، الحمر الأهلية حرام، يعني الحمر بتاعتنا الحمير دي حرام، أما الحمر البرية أو حمار الوحش فحلال. أمر آخر، قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ده يفيد شنو؟ إنه لا يجوز له، إذا أشار إليه أو دل عليها لا يجوز أكله. وقد بين الله في كتابه جزاء من قتل صيد البر متعمدا في قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فمن قتل صيدا وله مثل من بهيمة الأنعام خير بين ذبح مثله في الحرم يتصدق به ولا يأكل منه شيئا. نعم. لاحظوا يا إخواننا الفرق بين العلماء بسموه دم الشكران ودم الجبران، دم الشكران ودم الجبران. الإنسان إذا ذبح دما لجبران، إما وقع في محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج مش عليه دم، في الحالة دي بسموه دم شنو؟ جبران ولا شكران؟ ده جبران، لا يجوز له أن يأكل منه. أما دم الشكران ده بيكون في شنو؟ الهدي اللي بيذبح، يذبح المتمتع والقارن، هذا الهدي دم شكران على إنه ربنا أكرم الإنسان فجمع بين حج وعمرة. المتمتع جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، والقارن جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، فيذبح الدم شكرانا، ودم الشكران له أن يأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما ذبح هديه أخذ من جميعه جزء من هنا ومن هنا من الناقة دي ومن دي ومن دي فجعله في قدر واحد فأكل من لحمه وشرب شربا من مراقه يعني من الشوربة بتاعته. فيبقى إذا كان الدم دم شكران له أن يأكل من والأكل ما واجب لكن له أن يأكل منه. أما لو كان دم جبران لا يأكل منه ويوزع على فقراء الحرم. نعم. أو تقويمه بطعام يدفع منه لكل مسكين نصف صاع أو صيام أيام أو صيام أيام بعدد المساكين. وإذا لم يكن له مثل وإذا لم يكن له مثل خير بين الإطعام والصيام على نحو ما ذكر. نعم. وإيجاب الجزاء على المتعمد دون الناس والمخطئ وهو ما يدل عليه ظاهر الآية الكريمة ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع الفتاوى وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان والشيخ عبد الرحمن السعدي في كلامهما على آية المائدة. وأما صيد الحرم فهو حرام على المحرم وغير المحرم بل يحرم تنفيره وكذلك تنفيره بل يحرم تنفيره وكذلك قضع شجره الذي أنقذه الله ولم يغرسه الناس لحديث ابن عباس. سبحان الله يا أخوانا حيوان الحرم كالحمام وغيره كأنه يعرف أنه قتله حرام يمشي في نص الناس يعني بخلاف الحمام بتاعنا والهنا ده حيواناتنا دي تلقى بعيد منك تاع الحرم يمشي في رجلنا تحت جنبك فسبحان الله كأنه يفهم أنه ذاته قتله حرام. ومن هنا يا أخوانا إذا كان تنفير الصيد في الحرم وقتل الصيد في الحرم ما يجوز وهذا حيوان فكيف الناس اللي يمشي يعملوا عمليات التفجير واللي بيسموها العمليات الفدائية يمشي يقتلوا الناس في الحرم ناس جايين حجاج بيت ربنا سبحانه وتعالى يمشي يقتلوا الناس إذا كان الصيد تنفيره ما يجوز تنفيره ما يجوز. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل إن الله حرمك فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة منها. نعم يعني في وقت فتح مكة أحلت له أي أحل له أن يدخلها بالسيف هذا كان في فتح مكة فقط. نعم. ولا يختلى خلاها المقصود به والعشب الرطب يعني الحشائش الخضراء بسموه الخلا. نعم. ولا يختلى خلاها ولا يعض شجرها يا يقطع شجرها. نعم. ولا ينفر صيدها ولا تلتقطها إلا لمعلف. أيوة لا تلتقط لقطتها اللقطة ما سقط من الإنسان ذل وقع منه موبايل أو مال ما يلتقط خليه في محله قال إلا لمعرف. سبحان الله شوفوا هذه الحرمة ولا لو وقع من ذل موبايل في الأرض ما يجوز لك تشيله تستفيد منه أبدا إلا لمعرف يعني أو في رواية إلا لمنشد تشيله تقول ده حق منه أو كذا أو تقول اللي ضاع منه موبايل منه لكن ما يجوز لك تشيله أصلا. نعم. الحديث رواه البخاري ومسلم والخلاء العشب الرطب وكذا حرم المدينة حرم المدينة حرم وكذلك حرم المدينة لحديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ما بين جبليها اللابتين جبلي مكة الحرتين أو اللابتين وهم جبال المدينة عفوا هم جبال المدينة. نعم.
ما بين لابتيها لا يقضع عضاهما ولا يصاب صيد ولا يصاب صيدها رواه مسلم. جبال مكة تسمى بالأخشب وجبال المدينة تسمى اللابتين، اللابة أو اللابتين أو الحرة. وجبال مكة تسمى بالأخشب كما قال أبو طالب في قصائده، قال أضاق عليه بغضنا كل تلعة. وهذا من الشانئين المبغضين السابع عقد النكاح، سواء كان عاقد زوجا أو وليا، وكذا الخطبة لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أو لا يخطب، لا ينكح أي لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج وليته، لا يزوجها ولا يخطب. نعم. رواه مسلم. وإذا وقع العقد من محرم لم يصح، وهو نكاح شبهة. نكاح شبهة أي نكاح الشبهة يختلف من الزنا الحرام، يعني ما يقال الأبناء هم أبناء حرام، ولكن يقال هذا نكاح شبهة، هذا نكاح شبهة، فينسب الولد إلى أبيه، ولكن لا يصح العقد. هذا على الراجح أن العقد لا يصح، ولكن ينسب الأولاد إلى أبيهم، لأن النكاح نكاح شبهة بخلاف السفاح. بخلاف السفاح فالمسافح والزاني ما ينسب الولد إلى أبيه. نعم. وإذا أريد استمرار النكاح يجدد العقد. نعم، لهم أن يجددوا العقد. الثامن والتاسع الجماع والمباشرة، لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات ومن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، الرفث هو ما يتعلق بالنساء، إن كان الجماع أو المباشرة. والمباشرة هي مس المرأة في بشرتها من غير إهلاج في الفرد، أن يمس المرأة في بشرتها يسمى بالمباشرة، فكل ما يجوز ولا حتى الكلام. يعني زول مع زوجته يبتعد تمام الابتعاد في أيام الحج، ولهذه العلة يا أخواننا، لأن يبتعد الإنسان من النساء ويتفرغ للعبادة. قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه بقوله في مسألة التمتع، كان لا يفتي بالتمتع عمر رضي الله عنه، إنما القران، لأن التمتع أول ما الإنسان مشى وأحرم وأدى العمرة وتحلل من العمرة بالحلق خلاص يلبس ثيابه ويأتي النساء ويتمتع أيام الحج إلى يوم التروية، يوم 8 ليه يوم 8 يوم التروية يحرم من جديد فيتمتع بالنساء. فعمر رضي الله عنه كان يرى أن الإنسان إذا أحرم بالحج قرن، وما يحل من إحرامه إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، وكان يأخذ على الناس اللي الواحد منهم بعد ما تمتع بالعمرة إلى الحج خلاص جاء للنساء قال له ويعرس بالنساء، قال عند الأشجار وعند المهم، تكلم كلام كثير يشدد عليهم في مسألة النساء. على أي حال، وإن كان الأرجح هو أنه أفضل الأنساك التمتع، ولكن قول عمر فيه شنو التنفير من التوسع في مسائل النساء. نعم. ويدخل في الرفث الاستمتاع بالنساء بالجماع في الفرد أو المباشرة فيما دونها، كما يدخل فيه الفحش من القول والفعل والفسوق جميع المعاصي، والجدال الممنوع مكان الباطل، والجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء. وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فلا بأس به، بل هو مأمور به
لقول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. في الحج يا أخوان الإنسان يبتعد عن الجدال أما لو كانت في مسألة من مسائل الحج اختلف فيها الناس فيبين الحق بدليله، لكن يبتعد عن المراء وعن الجدال وعن النقاش فيما لا ينفع. تلقى ذول معاند، خاصة في مسائل الحج تلقى في ناس عندهم بدع وأشياء خطيرة جدا. فأنت الواجب عليك تتكلم وتبين، لكن ما تسترسل مع ذول عنيد. إنسان مرات يكون عنيد في الطواف، مرة لقيت واحد طايف كويس. والطواف يا أخواننا كالصلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، ولذلك العلماء قالوا الإنسان ينبغي له ألا يتكلم في الطواف إلا بذكر أو دعاء. ما يتكلم، ما يقولكم بتونس سايد معه صاحبه بتونس في الطواف. الطواف يا أخواننا أشبه بالصلاة، وليس شيء من أعمال الحج يشترط له الطهارة إلا شنو؟ إلا الطواف. بقية الوقوف بعرفة، رمي الجمرات، غيره، الأفضل فيه يكون الإنسان طاهر، لكن لا شيء تجب فيه الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر إلا الطواف. فواحد طايف والناس بيدعوا ربنا وشغال يا علي يا علي يا أبا جعفر يا علي، أنا ماشي جنبه هو مرضه، قلت له يا أخي قول يا الله، ما زدت ثاني بس قلت له قول يا الله بس، قبلوا لك عليه. هو مرته نبز وإساءات، شكلهم شيعهم إساءات ونبز يا حاغد ويا حاغد في شنو؟ قلت له قول يا الله في حاغد السعين بالحتة دينا. فإخواننا الإنسان يتكلم وخاصة في الطواف يبتعد الإنسان عن الكلام إلا إذا وجد منكر يغير المنكر بعبارات قليلة بقدر الحاجة فقط. نعم. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فيما يلزم من باشر أو جامع وهو محرم، وإنما جاء به آثار عن بعض الصحابة منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع به امرأة، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك. نعم أخوان الإنسان قبل ما يتحلل إذا أتى شيئا من المحظورات أو أتى زوجته وجامعها بالذات الجماع بطل حجه. نعم. بطل حجه. فقال الرجل فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وحج. لاحظ، فإذا أدركت قابلا، تعال السنة الجاية أول حاجة تكمل حجك ده. لماذا يكمل يا أخوان؟ وأتم الحج والعمرة لله، دخلت تتمه والحج ده ما محسوب وتمه. قال لي افعل ما يفعل الناس، تم الحج بتاعك ده، وإذا أدركت قابلا لو السنة الجاية عشت تعال حج واهدي عليك هدي. نعم. فرجع يا أبو الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر. فرجع يا أبو الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال. يعني الصحابة الثلاثة أفتوا بكده، كلهم أفتوا بكده، ابن عمرو ابن العاص وابن عمر بن الخطاب وابن عباس. رواه الحاكم وقال هذا حديث ثقات رواة حفاظ، وهو الأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمر ووفقه الذهبي. ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال هذا إسناد صحيح
وفي دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله من جد عبد الله بن عمرو، وهذا الأثر الصحيح اتفق فيه قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم على فساد حج من جامع والمضي فيه. والمضي فيه فساده والمضي فيه، يعني هو فاسد وشنو؟ ويمضي فيه. نعم. والحج من قابل والهدي. نعم. وقولهم به اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون يدل على ان ذلك وقع في حال الاحرام قبل التحلل الاول. نعم، لو وقع بعد التحلل الاول لا يفسد. بعد التحلل الاول، التحلل الاول بتين يا اخوانا؟ يوم النحر اول الاعمال هي، انتبهوا يوم النحر ده بعدين حيجينا، وده اكثر الايام فيه اعمال يوم النحر، والحجاج زادوا يشدوا حيلهم ليوم النحر ده. يوم العيد الناس بيستمتعوا بجاي وفرحانين، والحجاج بهناك يوم العيد ده بكروب تمام، وفيه اعمال عظيمه، ولولا ما فيه من الايمان واستشعار مشاعر الحج، وده ما يستطيع الإنسان أن يقوى لتلك الأعمال، لكن ربنا يقويه، ربنا يقويه بما يستشعر من هذه الأعمال والشعائر العظيمة. نعم. والهدي هو في الحقيقة فدية، فلا تنحر وتقسم على الفقراء الحرم، وإذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج اتفاقا. نعم. والفدية به شاء. الفدية تختلف يا اخواننا، في الهدي ده لو قبل التحلل عليه هدي وحجه فسد ويمضي فيه، اما لو بعد التحلل الاول عليه فدية شاء وحجه صحيح. نعم. واما العمرة فاذا وقع الجماع بها قبل السعي او الطواف فسدت العمرة واتمها فاسدة، واتى بعمرة لاحظ وأتمها شنو؟ أتمها فاسدة ما يقطع. نعم. وأتى بعمرة بدلها وعليه فدية، وهي شاة توزع على فقراء الحرم، وإذا فعل ذلك بعد السعي وقبل الحاق أو التقصير فإن العمرة لا تفسد وعليه فدية وهي شاة، وإن باشر فيما دون الفرض وأنزل لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد روض الحق دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج أو يفسد به الحج، وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاة، والمرأة مثل. طيب يا أخواننا لاحظوا في فريق من الأحكام دي. الإنسان لو باشر ما جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل يوم النحر باشر ولم شنو؟ لم يجامع. قلنا لو جامع ده قبل الحكم بتاعه انتهينا من المشكلة. لو جامع بيحصل له شنو؟ فسد حجه ويمضي فيه، ولو هي يجي العام القابل وشنو؟ وعليه الهدي. طيب أما لو باشر ما جامع الحج ما يفسد، لكن عليه شنو؟ واحد من اثنين، لو قبل التحلل الأول قبل رمي الجمرة عليه شنو؟ عليه فدية بدنة، يعني شنو؟ ناقة. طيب ولو بعد التحلل الأول عليه شاة. إذن المباشر يختلف من المجامع. المجامع لو قبل التحلل الأول يفسد حجه عليه هدي ويتمه، أما لو بعد التحلل الأول عليه الفدية. أما المباشر دون الجماع لو قبل التحلل الأول عليه بدنة، لو بعد التحلل الأول عليه شفت. والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرها، فإنه لا يلزمها فدية. نعم، لو كانت مكرها ما يلزمها فدية. فاضل كم من اللغام؟ 3 دقائق. 3 دقائق ما نقدر نقرأ.
صفة العمرة والحج إجمالا. نحن اليوم قصدنا نمشي كثير عشان بنتوقف أكثر في صفة العمرة والحج وما فيه من أحكام، نقفل أكثر في الأيام الجاية إن شاء الله. أما الليلة مشينا كويس الحمد لله، لأنه تغطية المتن يا أخوانا مهمة. إذا غطينا الكتاب بعد ذاك ممكن لو توفر لنا زمن نرجع نشوف المواضيع اللي بتحتاج إلى تركيز معلومة ونعمل شغل عملي، ممكن نرسم رسم عديل المشاعر ونعمل الشكل بتاعه من أول لآخرة ونشرح إن شاء الله بصورة مفصلة ومبسطة، لكن تغطية المتن مهمة عشان الزول يكون عنده صورة عامة وشاملة في الموضوع كله. بعد ذاك تاني نجي زي ما بقولوا أهلنا في الزراعة يقول لك نجي نكذبة تاني، دار كذبة بعد الحشة المرة الأولانية ديك تكذب بالورة تاني وتراجع. نعم، ما زمن ما يسمح لنا بالأسئلة. نعم، الإنسان إذا اعتمر ونسي الحلق لا يزال محرما، يرجع طوالي يرجع فيحلق هناك وبعدها يكون شنو؟ تحلل. لكن لو رجع ولم يحلق فلا يزال محرما، لا يزال محرما. طيب يحلق من مكانه، إذا ما تيسر له يرجع يحلق من مكانه.